مشروعنا عبارة عن معرض وبازار في 60 مشاركة تقريبا. نحن هدفنا دعم المشاريع الصغيرة اليدوية المحلية اللي كانت تقريبا شبه يعني مختفية أو مثلا ما أنا معروفة، فحبينا نجمعهم بمكان واحد لتسويق منتجاتهم حتى يصير مثلا مثل تبادل تجاري. طبعا عم نحاول انه تكون الاسعار شوي مناسبه للكل لجميع الفئات. انا هون مشارك بالبازار للتسويق لمنتجاتنا. طبعا نحن بنشتغل اكثر من شغله، يعني عندنا شغله الرئيسيه هي توابل وعطاره وبهارات، بس وسعنا هالشغل، صرنا نعمل مثلا تمور بالمكسرات للمناسبات، حلويات عربيه. نحن مشاركين بموضوع الشرقي، هو يختلف من منطقه لمنطقه. عندنا نحن نحاس انتيك طبعا والمسابح، الزجاج الشرقي وتعريف بس الناس بالانشطه الصناعات السوريه القديمه طبعا، واللي بدنا نحافظ عليها ونرجع لألقى من اول وجديد ان شاء الله. عندي مشروع على الانستغرام عملته من سنه تقريبا، فيه كتير اشياء بعمل هاند ميد وبجيب بضاعه يعني من كذا مكان، ويعني المشروع تقريبا بيستهدف الصبايا. طبعا المشاركه بالبازار كانت كثير حلوه، وهي اول مشاركه لإلي. مشروع نعومي للحلي المجوهرات التراثيه بسوريا، الاضاءه على الارث الهام لحضاره الساحل السوري بهذا المجال، واستخدام في الحقيقه في تقنيات كثير متنوعه بمشروعي، وجايبي معي مجموعه من الزجاج اليدوي لاول مره بسوريا. يعني عم نحاول تحديدا نركز على اهميه صناعه الزجاج وادخاله بالموضوع المجوهرات، وخصوصا اللي بلش بهذا الموضوع كانوا حضاره الساحل والفينيقيين تحديدا. هلا انا بشتغل بفن الامجرومي هاند ميد، ما كثير معروف هون بحمص بشكل عام. هلا ممكن هاي القطعه تاخذ معي اسبوعين، ممكن اسبوع في قطعه، ممكن في شهر، هلا حسب القطعه. في تطريز كمان معنا هلا، يعني كله هذا الشغل. طبعا انا سبب مشاركتي بالمعرض انه حابه انشهر وتجيني طلبات واكون فنانه معروفه بالامجرومي، ويكون له مجال الناس تعرفه اكثر. انا دائما يعني ببيع اونلاين، ولما بيكون في بازارات بحب شارك لحتى اعرف على منتجاتي واقدم عروض دائما للزباين، ووسع شغلي واتعرف على اشخاص جدد وزباين جدد.